السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. هذه الحلقة هذه خاصة ببعض المتتبعين، طرحت شي فيديوهات فيهم وصفات ديال الجرجير وطرحوا عليا أسئلة، قالوا لي ما عرفناش الشكل ديال الجرجير. هذا الجرجير هذا الدول العربية مثل مصر هما اللي كيعرفوه بزاف، وبالنسبة لهنا حتى هو متواجد عندنا. الشكل ديال الجرجير كيف ما كتشاهدوا هكا داير، يعني بحال قريب للسبانخ، وهو مفيد بزاف للجسم وحتى للشعر ومواد تجميل كيستعملوه بزاف كيف ما طرحت لكم الفيديوهات. هذا هو الشكل ديال الجرجير احبائي الاعزاء، كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا المعدنوس والنعناع والخضره، يعني معروف. تقولي لي عطيني الجرجير وغادي تصيبي عنده باذن الله. الا ما عرفوش انت غادي تعرفي هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء تكونوا تعرفتوا على الجرجير ووصلتكم المعلومه صحيحه. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في حلقه قادمة بإذن الله.